أكثر من 31 طيار من مختلف الجنسيات قدموا عروض مختلفة بالطيران الشراعي وسط حضور كبير من الجماهير بمنطقة وادي النضارة ضمن مهرجان القلعة والوادي بحمص. ١٩ شاب وصبية وبيناتهم أمهات وبيناتهم جدة واحدة. الهدف نعيش الجو الحلو، نشارك بهالنشاط الجميل يلي كله نشاط وطاقة وشي جديد. نعيش سوريا على أرض الواقع، سوريا المحبة، سوريا العمل. كلنا مشاركات كتير انترناسيونال، عم نمثل سوريا بالطيران الشراعي خارج القطر. وأمنيتنا دوما أنه نجي على طول ونطير ونطير أصدقائنا اللي يحبوا الطيران الشراعي يمارسوه بسوريا. إحنا باليوم الثالث من مهرجانات القلعة والوادي. اليوم بالافتتاح الرسمي لفعالية الطيران الشراعي، هي لأول مرة في سوريا ضمن فعاليات مهرجانات. إن قبل أزمة طاروا بتدمر وطاروا بمرض، بس ما كان ضمن مهرجانات. هاي أول مرة في مهرجانات سوريا بتكون هاي الفعالية. نحن جينا نشارك بمهرجان القلعة والوادي الموجود بحمص برعاية السيد المحافظ من وزارة السياحة، لنقدم رسالة للعالم كله انه نحن بلدنا بلد آمن. ودليل على ذلك استضفنا من كل دول العالم تقريبا 25 دولة طيارين شراعيين اجوا ليثبتوا مصداقية بلدنا انه نحن ما في شيء بلدنا، والحمد لله. فكرة الطيران الشراعي هدفها تسليط الضوء على هالرياضة بين الشباب السوري وإكسابهم الجرأة للقدرة على المشاركة فيها بالفعاليات الدولية.